أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام يذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فرمایا فلما توجه تلقاء مدين قال عسى أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير